لمس الأخلاق ليس بفاحش ولا متفحش في الألفاظ، وحياؤه أشد من العذراء في خدرها. عف اليد لم يضرب أحدا في حياته. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولم ينتقم لنفسه، بل يعفو ويصفح. وإذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. طلق الوجه. قال جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم. واصل لرحمه، صادق في حديثه، قاض لحوائج المكروبين. قالت له عائشة: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بار بوالدته، زار قبرها فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم. يوصي بالجار ويحث على حسن جواره وإكرامه. قال لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. رقيق القلب رفيق بمن تحته. خدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال لشيء صنعته صنعه لما صنعت، ولا ألا صنعت.